मेरे ख्याल में खुद शाह साहब की सनद बड़ी आरी है और उनकी सनद आपके पास है तो मुझ जैसे तालिबे इल्म की सनद की क्या हैसियत है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل قال الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم رضي الله عنهم حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا। مجلس کے اختتام پر جب تسبیح و تحمید ہو جاتی ہے تو اس مجلس میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی معذرت کر دیتا ہے۔ ان کی تو طالب علمی کی سات آٹھ سال کی مجلس کا اختتام ہو رہا ہے تو ان پورے سات آٹھ سالوں میں کوئی لغزش انسان سے ہوتی ہیں یہ ذرا دہرا لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی نبی